وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم مثل يقول: حلقات التلاوة في المساجد والتي تكون بعد الفجر أو بعد المغرب، هل هي من السنة؟ صح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. فدل هذا الحديث على جواز هذا الاجتماع إذا كان كالتالي، وأكرر إذا كان كالتالي، أن يجتمعوا حلقة ويكون فيهم شيخ متقن يعلمهم التلاوة وتصحيحها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شق فله أجران، كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويقرأ كل منهم جزءا، أقصد أعني ربعا أو وجها من القرآن، ويتمون كذلك حتى يختموا القرآن في شهر أو في أسبوع أو حسب ما تيسر، لا مانع من ذلك. شريطة ألا يكون بعده دعاء جماعيا، لأني رأيت في بعض بلاد المسلمين بعد نهاية الحلقة في كل يوم يدعون دعاء جماعيا، أي يدعو واحد منهم ثم يؤمن. سئل سماحة الوالد الشيخ بن باز فقال: هذا من البدع ولا دليل عليه، كما جاء في فتاوى الشيخ بن باز وفتاوى اللجنة الدائمة. فإذا كان الاجتماع بهذه الصورة التي ذكرتها، يجتمعون يقرؤون ويتلون، وإذا مروا بآية فيها فقه وكان معهم شيخ عالم وضح لهم وبين لهم، ثم بعد ذلك يتفرقون من غير دعاء جماعي، ولا بأس إذا أراد كل منهم أن يدعو على حاله في ختام مجلس العلم أو في ختام مجلس القرآن فلا مانع، لكن أن يكون الدعاء جماعيا فهذا من البدع ولا يجوز. أرجو أن تكون الإجابة واضحة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.